دي والله رسالة لكل مهموم وإلى كل مكسور وإلى يعني كل مغموم، بأنك ستجبر بإذن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يجبر كل شخص التجأ إليه بصدق. نعم. لهذا أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ورد في صحيح مسلم، حين تلا قول الباري سبحانه وتعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صح. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. نعم، تصور يعني. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فقص له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم يعني وربنا أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا والله من أعظم الجبر لهذه الأمة المباركة المرحومة المرضية. يعني تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع يديه ويقول: اللهم أمتي أمتي، ويبكي. يعني الحمد لله على هذا العلم. أيضا من واقعنا يعني نماذج كثيرة، ومن ذلك من السنة مشروعية يعني تعزية أهل الميت، أن تعزي أهل الميت وتواسيهم. يعني. نعم، وتحاول أن تخفف عنهم ما ألم بهم من هذا الموت. كذلك من واقعنا كذلك أن بعض الفقراء تارة في حال قسمة الميراث، نعم، إذا حضر يعني الفقراء والمساكين واليتامى، فللإنسان أن يخصص لهم شيء من المال كي يجبر خاطرهم ولا يبقى في نفوسهم شيء، لقول الباري سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. جميل. هذا من باب تطيب الخاطر. وتصور أن الله سبحانه وتعالى حين قال في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يعني هذه الآية والله يعني هذا أعظم تطيب للخاطر.